النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الأقرأ على أظهر ما دلت عليه النصوص الشرعية هو الأكثر حفظا، ولذلك في رواية البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: وليؤمكم أكثركما قرآنا. وعند أبي داود كما ثبت قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، والشك من الراوي. وهذا متى؟ فيما لو أن البعض اجتمع في مكان فليقدم الأقرأ، لكن بالنسبة إلى إمامة المسجد فإن الإمام أحق من غيره ولو كان غيره أكثر حفظا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ولهذا لو كانت هناك مجموعة في الصحراء أو في مكان ما أو ما شابه ذلك فليقدم من هو أقرأ.